نشرة الأخبار من شيعه نبدأها بأهم العنوانات. لليوم الثالث على التوالي جموع المليونيات تواصل توافدها صوب مرقد أمير المؤمنين لإحياء شهادة النبي صلوات الله عليهما. استنفار أمني وخدمي وصحي في النجف الأشرف ذكرى شهادة رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. استهداف الشعائر. في استهداف الشعائر الحسينية السلطات البحرينية تستدعي أعضاء المآتم والرواديد أهلا بكم وتفصيلات الأخبار تواصل الجموع المليونية زحفها صوب مرقد أمير المؤمنين عليه السلام في النجف الأشرف لإحياء ذكرى شهادة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وقال مراسل شيعه ويفز انه مع استمرار التوافد الذي سيبلغ ذروته مساء اليوم حيث ليله استشهاد النبي الاكرم صلى الله عليه واله تستنفر المواكب الحسينيه جهودها لتقديم الخدمات من الماكل والمشرب والاستراحه للزائرين على مختلف الطرق المؤديه الى الحرم العلوي الطاهر. مضيفا ان هناك استنفارا امنيا وخدميا وصحيا بالاضافه الى اطلاق حملات توعيه ووقايه من فيروس كورونا في الطرق التي يسلكها الزائرون مؤكدا ان حركه الزائرين من والى النجف الاشرف تشهد انسيابيه كبيره هذا العام استنفرت هيئه المواكب الحسينيه في العتبه العلويه المطهره جهودها منذ وقت مبكر لخدمه زائري مرقد امير المؤمنين عليه السلام بذكرى شهاده النبي الاكرم صلوات الله عليه. ما اعطيت الملف الامني اولويه لما يشكل من اهميه كبرى. عصام الفتلا عصام علاوي والتفاصيل. استعدادات مبكره دخلت حيز التنفيذ لجميع اقسام العتبه العلويه المطهره. تهيؤ لاستقبال المعزين بذكرى استشهاد رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله هيئة المواكب قسمت المواكب الحسينية إلى ثلاثة أقسام لضمان تقديم أعلى درجات الخدمة للزائرين الكرام تم التوافق من قبل الأمان العام والأمين العام باستنفار جميع الأقسام ذات العلاقة باستقبال جميع المواكب المعزيه لامير المؤمنين سلام الله تعالى عليه هذه المواكب حقيقه تنقسم الى اقسام ثلاثه القسم الاول مواكب الخدميه التي تقوم باطعام الطعام والشراب والقسم الاخر مروريه والقسم الثالث وهو الاخير التي تدخل الصحن الشريف وتقوم بمجلس عزاء بقراءه الرادود في هذا المكان عندنا توصيات، التوصيات الالتزام بتوصيات المرجعيه، وتوصيات عندنا خاصه بالنسبه للعتبه العلويه المقدسه. كل شيء توزيع بزحام عندنا غير صحيح وننهى عنا عنه ولا يعني نعطي مجال لاي موزع عشوائي الا مع التباعد وحسب النظام والتنظيم الذي نحن نرسم. لاهل المواكب الخدميه بالنسبه للتوزيع ما يحسب للعتبه العلويه المطهره هذا العام وغيره من الاعوام اعطاؤها الملف الامني اولويه لما يشكل من اهميه كبرى فخلال هذه المناسبه عمدت الى استخدام اجهزه عاليه الكفاءه لرفض المنظومه الامنيه مع جميع اقسام العتبه المقدسه والأجهزة الأمنية داخل المحافظة الخطة تضمنت عدة محاور منها تنظيم تنظيم حركة وسير الزائرين كذلك تأمين جميع المداخل والمخارج في العتبة العلوية المقدسة أمام المعزين كذلك تأمين وتأمين وتنظيم حركة سير المواكب المتجهة باتجاه العتبة العلوية المقدسة كذلك وضعنا منتسبين في جميع القطوعات والسيطرات لغرض تسهيل حركة آليات العتبة الخدمية المخصصة لنقل الزائرين استخدمت هذه الأجهزة الحديثة والدقيقة في الفلتر الثاني في الأبواب الرئيسية في العتبة العلوية المقدسة اللي هي الروبسكان وغيرها الأجهزة الحديثة اللي وصلت افادتنا فائده في العتبه العلويه المقدسه. يرى مراقبون ان الخدمات المقدمه في العتبه العلويه المقدسه تسير بخطوط متوازيه دون تقاطع منها ما يضمن نجاح الجانبين الصحي والامني فضلا عن الخدمي الذي يبدعون فيه عاما بعد اخر. عصام علاوي شيعه ويفز النجف الاشرف. تواصل المواكب الحسينيه تقديم الخدمات لزائري مرقد الامام علي عليه السلام بذكرى استشهاد الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله، وذلك بعد ان فرغوا من تقديم خدماتهم لزائري مرقد الامام الحسين عليه السلام في ذكرى الاربعين الخالد. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير علي الجبوري. على مدار شهرين كاملين ولا يزال اتباع اهل البيت عليهم السلام يواصلون تقديم خدماتهم لزائري العتبات المطهره. فها هم ينتقلون بمواكبهم من كربلاء المقدسه الى النجف الاشرف لتوفير كافه الخدمات لزائري مرقد امير المؤمنين عليه السلام بمناسبه ذكرى استشهاد الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله. احنا في استمراريه لموكب سيد الشهداء اللي قمناه في كربلاء المقدسه شارع النجارين في أربعينية الإمام الحسين والآن في محافظة النجف الأشرف لإقامة مراسم وخدمة الزائرين لمدينة أمير المؤمنين بمناسبة وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إحنا حقيقة مستمرين بالخدمة من تقريبا من سبعة صفر لحد الآن من الأربعينية لحد هذه اللحظة نقدم ثلاث وجبات طعام للزائرين مع الخدمة مع كافة الخدمات إحنا صارنا اليوم أربعة أيام عرفت شلون نقدم الخدمة من ريوق الصبح وغداء وعشاء، عرفت شلون؟ ومبيت. ان شاء الله، خدمة الإمام علي عليه السلام. الزائرون المعزون لم يتفاجؤوا من الخدمات التي وجدوها منتشرة على طول الطرق المؤدية إلى النجف الأشرف مشيدين بالتفاني وبذل الغالي والنفيس من قبل أصحاب المواكب الحسينية. فضلا عن التنظيم العالي للملف الامني الذي شهدته مدينه سيد الاوصياء عليه السلام. أي خدمه ما تنوصف. يعني من كربلاء لحد النجف خدمه مستمره. الامين الحمد لله والشكر خير من الله. واهل المواكب يعني مكان ما كانوا بطريق كربلاء نداروا على جهه النجف. وخير من الله كل شيء متوفر، شيء تريد متوفر. شنو اللي ببال الزائر هو موجود ونعمه من الله. الناحية الأمنية شفنا عرفت المفارز كيف عرفت تفتش عرفت الأشخاص ودخولهم إلى محافظة النجف آمنين سالمين ونشكر أهل المواكب ونشكر القوات الأمنية على التنظيم للزوار والحمد لله والشكر ان شاء الله هاي زوار ترجع سالمة لم تكن هذه الخدمة المبذولة ولم يكن هذا التفاني نابعا من عاطفة فحسب بل ان الجميع ادركوا قضايا اهل البيت والرسول الاعظم بعقولهم الامر الذي ادى لان يقدم العاشقون كل ما لديهم لمعشوقهم من النجف الاشرف علي الجبوري شيعه ويز اعلنت وزاره النقل العراقيه عن استنفار الحافلات والجهود في محافظه النجف الاشرف لخدمه زائري احياء ذكرى شهاده الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه واله وقال مدير الشركه لنقل المسافرين كريم كاظم في بيان ان الشركه وفرت 75 حافله من بغداد الى النجف الاشرف لخدمه الوافدين المعزين اخر الرسول صلى الله عليه واله مشيرا إلى أن العمل يكون على مدار الساعة وحتى انتهاء مراسم الزيارة وكذلك تم تهيئة كافة الامور الأخرى التي تساهم في نجاح عملية النقل هذا وأكد مدير الشركة العامة لادارة النقل الخاص كريم الجابري من تهيئة اكثر من خمسة الاف مركبة مختلفة السعات بالتنسيق مع الجهات المختصة لإدخال المركبات إلى أقرب نقطة من أماكن القطع أحيا مكتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي في مدينة مزاري في أفغانستان ذكرى الأربعين الحسيني بإقامة مجلس عزاء، وحضر المجلس جمع من الشخصيات الدينية وعامة المعزين الحسينيين، وتحدث الخطباء في المجلس حول التعاليم المستقاة من مدرسة عاشوراء والقضية الحسينية وأبعادها الكبيرة، هذا وشهدت المراكز والمؤسسات الـ والحسينيات النابعة للمرجعية في العديد من البلدان حول العالم تنظيم مسيرات عزائية بمشاركة واسعة لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسيني عليه السلام استدعت السلطات البحرينية اليوم الخميس رؤساء وأعضاء المآتم والرواديد في إطار حملة استهداف الشعائر الحسينية واستدعت السلطات أعضاء مجلس إدارة مأتم السنابس للحضور في مركز شرطة الحورة وهم كل من حسن المعلمة ورئيس مجلس الإدارة وأهاني يوسف نائب الرئيس وفيصل الشمروخ المدير العام المأتم وجعفر الشمروخ عضو إداري وقال مواطنون بحرانيون أن توقيت الاعتقالات التي حصلت على خلفية إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تحت ذريعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ولكن النفس الطائفي هو البارز فيها. الخبر الأخير أشارت تقارير صحفية عالمية إلى حدوث أكبر كارثة إنسانية بحق مدنيين في اليمن الذين يرضخون قرب مستعمره من قبل التحالف السعودي منذ اكثر من خمس سنوات وقالت التقارير ان هذه الكارثه لا تشمل سكان المناطق اليمنيه فحسب انما حتى اللاجئين اليمنيين الذين فروا الى خارج البلاد بسبب الهجمات المتكررة للتحالف السعودي مضيفا أن أكثر من 166 ألف يمنيا التجأوا إلى مناطق شرق أوسطية وشمال أفريقيا مع أكثر من 75 ألف آخرين فروا إلى مناطق مثل جيبوتي وإثيوبيا والصومال منذ أكتوبر تشرين الأول عام 2015 التقارير ذاتها أشارت إلى حالة تناقض في تعاطي السعودية مع اللاجئين فبينما كانت هي سببا بفرارهم من مناطق سكناهم وحرمانهم من العيش الكريم، فقد زعمت انها اعدت برامج خاصه لاستقبال اللاجئين اليمنيين وتهيئه الظروف المعيشيه اللازمه لهم. نهايه النشره تذكير باهم العنوانات. لليوم الثالث على التوالي الجموع المليونيه تواصل توافدها صوب مرقد امير المؤمنين لاحياء شهاده النبي صلوات الله عليهما. استنفار امني وخدمي وصحي في النجف الاشرف بذكرى شهاده الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم. في استهداف للشعائر الحسينية السلطات البحرينية تستدعي أعضاء المأتم والبوادي ختام النشرة شكرا لكرم المتابعة اللهم عجل لوليك الفرج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته